قلنا بعد اللقاء هنا بيشير الحكم الدولي بدقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع. تحتاج لريمونتادا أسطورية لألسن يعود يسجل هدفين في دقيقتين. أيضا كل الشكر لكل المتابعين والمحبين لطاقم الطبي وطاقم التحكيم، شكرا لكل من ساهم على هذه البطولة وخرج الشكل بالشكل الرائع. الجوائز بعد اللقاء، منصة التتويج، مراسم الاحتفال، وأيضا كمال كل الشكر لطاقم التصوير المميز بقيادة بهاء محمود، واحد من أبرز المصورين كمان. الكل الحقيقة لا نريد أن ننسى أحد، سواء كان بهاء أو كل المستمتعين في اللقاء. هناك الجميع شارق وساهم وتابع واجتهد. رامي ريجا كان أيضا جندي مجهول. لا نريد أن ننسى أحد من كل هؤلاء الأسماء حقيقة في البطولة. وكمان الأصدقاء في التعليق، يعني مدبولي ونصر وفوكس، كلهم ممتازين، عملوا مجهود رائع. نتمنى أن الجميع يكون استمتع بالبطولة. خلاص على اعتاب النهاية.